اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا الحسن بن موسى حدثنا زهير بن معاويه حدثنا ابو اسحاق انه سمع زيد بن ارقم يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شده فقال عبد الله بن ابي لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله قال زهير وهي قراءه من خفض حوله وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل قال فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فارسل الى عبد الله بن ابي فساله فاجتهد يمينه ما فعل فقال كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع في نفسي مما قالوه شده حتى انزل الله تصديقي اذا جاءك المنافقون قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم قال فلووا رؤوسهم وقوله كأنهم خشب مسندة، وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي، واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي، فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، فالله أعلم. حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي بعدما ادخل حفرته فذكر بمثل حديث سفيان حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساله ان يعطيه قميصه يكفن فيه اباه فاعطاه ثم ساله ان يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اتصلي عليه وقد نهاك الله ان تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما خيرني الله فقال استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره وسازيده على سبعين قال انه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه وزاد قال فترك الصلاه عليهم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا سفيان عن منصور، عن مجاهد عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة نفر، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم، كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: (وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم.) وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى يعني بن سعيد حدثنا سفيان حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله حا وقال حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله بنحوه. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى احد فرجع ناس ممن كان معه فكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين قال بعضهم نقتلهم وقال بعضهم لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني أبو بكر بن نافع حدثنا غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه حدثنا الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب حدثنا زهير بن حرب وهارون بن عبد الله واللفظ لزهير قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذه الآية. وتلا ابن عباس لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا وقال ابن عباس سالهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه اياه واخبروه بغيره فخرجوا قد اروه ان قد اخبروه بما سالهم عنه واستحمدوا بذلك اليه وفرحوا بما اتوا من كتمانهم اياه ما سالهم عنه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا اسود بن عامر حدثنا شعبه بن الحجاج عن قتاده عن ابي نضره عن قيس قال قلت لعمار ارايتم صنيعكم هذا الذي صنعتم في امر علي ارايا رايتموه او شيئا عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الى الناس كافه ولكن حذيفه اخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في اصحاب اثنا عشر منافقا فيهم ثمانيه لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة وأربعة لم أحفظ ما قال شعبة فيهم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن قيس بن عباد قال قلنا لعمار ارايت قتالكم ارايا رايتموه فان الراي يخطئ ويصيب او عهدا عهده اليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الى الناس كافه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في امتي قال شعبة وأحسبه قال حدثني حذيفة وقال غندر أراه قال في أمة اثنا عشر منافقا لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيكهم الدبيلة سراج من النار يظهر في أكتافهم حتى ينجم من صدورهم حدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبو أحمد الكوفي، حدثنا الوليد بن جميع، حدثنا أبو الطفيل قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس، فقال أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال فقال له القوم: أخبره إذ سألك، قال كنا نخبر أنهم أربعة عشر. فان كنت منهم فقد كان القوم خمسه عشر واشهد بالله ان اثني عشر منهم حرب لله ولرسوله في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد وعذر ثلاثه قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما اراد القوم وقد كان في حره فمشى فقال ان الماء قليل فلا يسبقني اليه احد فوجد قوما قد سبقوه فلعنهم يومئذ حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا قره بن خالد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنيه ثنيه المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل. قال فكان أول من صعدها خيلنا خيل بني الخزرج، ثم تتام الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مغفور له، إلا صاحب الجمل الأحمر. فأتيناه فقلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. قال: وكان رجل ينشد ضالة له. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يصعد ثنية المرار أو المرار بمثل حديث معاذ غير أنه قال وإذا هو أعرابي جاء ينشد ضالة الله حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا حفص يعني بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينه هاجت ريح شديده تكاد ان تدفن الراكب فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينه فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو محمد النضر بن محمد بن موسى اليمامي، حدثنا عكرمة، حدثنا إياس، حدثني أبي، قال عدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا موعوكا، قال فوضعت يدي عليه فقلت: والله ما رأيتك اليوم رجلا أشد حرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باشد حرا منه يوم القيامه هذين كالرجلين الراكبين المقفيين لرجلين حينئذ من اصحابه حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال: تكر في هذه مرة وفي هذه مرة. حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا". حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا فضيل يعني ابن عياض. عن منصور عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد او يا ابا القاسم ان الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامه على اصبع والارضين على اصبع والجبال والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يهزهن فيقول انا الملك انا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير عن منصور بهذا الاسناد قال جاء حبر من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث فضيل ولم يذكر ثم يهزهن وقال فلقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا لما قال تصديقا له ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقدورات الله حق قدره وتلا الايه حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم يقول سمعت علقمه يقول قال عبد الله جاء رجل من اهل الكتاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك انا الملك قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أن في حديثهم جميعا: والشجر على إصبع والثرى على إصبع، وليس في حديث جرير: والخلائق على إصبع، ولكن في حديثه: والجبال على إصبع، وزاد في حديث جرير تصديقا له تعجبا لما قال. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه عن سالم بن عبد الله اخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامه ثم ياخذهن بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن، حدثني أبو حازم عن عبيد الله بن مقسم، أنه نظر إلى عبد الله بن عمر، كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم حدثني ابي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول ياخذ الجبار عز وجل سماواته وارضيه بيديه ثم ذكر نحو حديث يعقوب حدثني سريج بن يونس وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ابي هريره قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربه يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل. قال إبراهيم: حدثنا البسطامي وهو الحسين بن عيسى وسهل بن عمار وإبراهيم بن بنت حفص وغيرهم عن حجاج بهذا الحديث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني أبو حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصه نقي ليس فيها علم لاحد حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن داوود عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فاين يكون الناس يومئذ يا رسول الله فقال على الصراط باب نزل اهل الجنه حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الارض يوم القيامه خبزه واحده يكفاها الجبار بيده كما يكفا احدكم خبزته في السفر نزلا لاهل الجنه قال فاتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك ابا القاسم الا اخبرك بنزل اهل الجنه يوم القيامه قال بلى قال تكون الارض خبزه واحده كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فنظر الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه قال الا اخبرك بادامهم قال بلى، قال إدامهم بالام ونون، قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفا. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا قرة، حدثنا محمد عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقالوا ما رابكم اليه لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فقام اليه بعضهم فساله عن الروح قال فاسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت انه يوحى اليه قال فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينه بنحو حديث حفص غير ان في حديث وكيع: وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفي حديث عيسى بن يونس: وما اوتوا من روايه ابن خشرم. حدثنا ابو سعيد الاشج قال سمعت عبد الله بن ادريس يقول: سمعت الأعمش يرويه عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في نخل يتوكأ على عسيب، ثم ذكر نحو حديثهم عن الأعمش، وقال في روايته: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعبد الله بن سعيد الاشج واللفظ لعبد الله قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص بن وائل دين فاتيته اتقاضاه فقال لي لن اقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له اني لن اكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال واني لمبعوث من بعد الموت فسوف اقضيك اذا رجعت الى مال وولد قال وكيع كذا قال الاعمش قال فنزلت هذه الايه افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا الى قوله وياتينا فردا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث وكيع وفي حديث جرير قال كنت قينا في الجاهلية فعملت للعاص بن وائل عملا فاتيته اتقاضاه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عبد الحميد الزيادي انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام الى اخر الايه حدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الاعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن ابيه حدثني نعيم بن ابي هند عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال ابو جهل هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم قال فقيل نعم فقال واللات والعزى لئن رايته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه قال فقيل له ما لك فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل: لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبا شهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه. زاد عبيد الله في حديثه قال وأمره بما أمره به وزاد ابن عبد الأعلى فليدع ناديه يعني قومه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله جلوسا. وهو مضطجع بيننا. فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كنده يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار، ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس اتقوا الله. من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فانه اعلم لاحدكم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم فان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما اسالكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال: اللهم سبع كسبع يوسف. قال: فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع. وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان. فأتاه أبو سفيان فقال: يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم. وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم إلى قوله إنكم عائدون قال أفيكشف عذاب الآخرة يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون فالبطشة يوم بدر، وقد مضت آية الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع، حا، وحدثني أبو سعيد الأشج، أخبرنا وكيع، حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، كلهم عن الأعمش. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب واللفظ ليحيى قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال جاء إلى عبد الله رجل فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: من علم علمًا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به: الله أعلم. إنما كان هذا ان قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف فاصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر الى السماء فيرى بينه وبينها كهيئه الدخان من الجهد وحتى اكلوا العظام فاتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنهم قد هلكوا فقال لمضر إنك لجريء قال فدع الله لهم فأنزل الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قال فمطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه قال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب اليم يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون قال يعني يوم بدر حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له حدثنا غندر عن شعبه عن قتاده عن عزره عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي بن كعب في قوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان شعبة الشاك في البطشة أو الدخان حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه حا وحدثنا عمر بن حص بن غياث حدثنا ابي كلاهما عن الاعمش حا وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي واللفظ له. اخبرنا ابن مسهر عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، اذا انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقه وراء الجبل وفلقه دونه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين فستر الجبل فلقه وكانت فلقه فوق الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا ابي، حدثنا شعبة عن الاعمش، عن مجاهد عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثنيه بشر بن خالد، اخبرنا محمد بن جعفر حا وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ابن ابي عدي. كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ عن شعبة نحو حديثه غير أن في حديث ابن أبي عدي فقال اشهدوا اشهدوا حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بمعنى حديث شيبان وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حا وحدثنا ابن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابو داود كلهم عن شعبه عن قتاده عن انس قال انشق القمر فرقتين وفي حديث ابي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن قريش التميمي حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر حدثني أبي حدثنا جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال: إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وأبو أسامة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حدثنا الاعمش حدثنا سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا قوله ويجعل له الولد فانه لم يذكره. وحدثني عبيد الله بن سعيد حدثنا ابو اسامه عن الاعمش حدثنا سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله تعالى انهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لاهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها اكنت مفتديا بها فيقول نعم فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك، أحسبه قال: ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. حدثناه محمد بن بشار، حدثنا محمد يعني بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عمران قال: سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا قوله: "ولا أدخلك النار، فإنه لم يذكره". حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن المثنى، وابن بشار. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبي عن قتادة، حدثنا انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للكافر يوم القيامه: ارايت لو كان لك ملء الارض ذهبا، اكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له: قد سئلت ايسر من ذلك. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عباده: حا وحدثني عمرو بن زراره اخبرنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء كلاهما عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال فيقال له كذبت قد سئلت ما هو ايسر من ذلك حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد واللفظ لزهير. قال حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان عن قتاده، حدثنا انس بن مالك ان رجلا قال يا رسول الله: كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: اليس الذي امشاه على رجليه في الدنيا قادرا على ان يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتاده: بلى وعزه ربنا حدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ صبغه في الجنه فيقال له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط هل مر بك شده قط فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لزهير قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتاده عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. حدثنا عاصم بن النضر التيمي، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي حدثنا قتادة عن أنس بن مالك. انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر اذا عمل حسنه اطعم بها طعمه من الدنيا واما المؤمن فان الله يدخر له حسناته في الاخره ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته حدثنا محمد بن عبد الله الرزي اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديثهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر، عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله. ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أن في حديث عبد الرزاق مكان قوله تميله تفيئه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن ابي زائدة عن سعد بن ابراهيم حدثني ابن كعب بن مالك عن ابيه كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة حدثني زهير بن حرب حدثنا بشر بن السري وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مره وتعدلها حتى ياتيه اجله ومثل المنافق مثل الارزه المجذيه التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مره واحده وحدثنيه محمد بن حاتم ومحمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ان محمودا قال في روايته عن بشر ومثل الكافر كمثل الارزح واما ابن حاتم فقال مثل المنافق كما قال زهير وحدثناه محمد بن بشار وعبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان عن سعد بن ابراهيم قال ابن هاشم عن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه وقال ابن بشار عن ابن كعب بن مالك عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، وقالا جميعا في حديثهما عن يحيى: ومثل الكافر مثل الارزه. حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي، واللفظ ليحيى. قالوا حدثنا اسماعيل يعنون ابن جعفر. أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله، قال فقال هي النخله، قال فذكرت ذلك لعمر، قال لأن تكون قلت هي النخله أحب إلي من كذا وكذا. حدثني محمد بن عبيد الغبري، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن أبي الخليل الضبعي، عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لاصحابه اخبروني عن شجره مثلها مثل المؤمن فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي قال ابن عمر والقي في نفسي او روعي انها النخله فجعلت اريد ان اقولها فاذا اسنان القوم فاهاب ان اتكلم فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر، قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ابن ابي نجيح عن مجاهد، قال صحبت ابن عمر الى المدينه فما سمعته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأُتي بجمار، فذكر بنحو حديثهما. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا سيف، قال: سمعت مجاهدا يقول: سمعت ابن عمر يقول: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار، فذكر نحو حديثهم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخبروني بشجره شبه او كالرجل المسلم لا يتحات ورقها قال ابراهيم لعل مسلما قال وتؤتي اكلها وكذا وجدت عند غيري ايضا، ولا تؤتي اكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي انها النخله، ورايت ابا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت ان اتكلم او اقول شيئا. فقال عمر: لان تكون قلتها احب الي من كذا وكذا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه: وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثنا ابو كريب حدثنا ابو معاوية كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي كريب. قال أخبرنا أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فادناهم منه منزله اعظمهم فتنه يجيء احدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء احدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امراته قال فيدنيه منه ويقول نعم انت قال الاعمش اراه قال فيلتزمه حدثني سلمه بن شبيب حدثنا الحسن بن اعين حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الشيطان سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده منزلة، أعظمهم فتنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن يعنيان ابن مهدي عن سفيان حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن ادم عن عمار بن رزيق كلاهما عن منصور باسناد جرير مثل حديثه غير ان في حديث سفيان وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. حدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب: أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط، حدثه أن عروة حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع. فقال ما لك يا عائشه اغرت فقلت وما لي لا يغار مثلي على مثلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله او معي شيطان قال نعم قلت ومع كل انسان قال نعم قلت ومعك يا رسول الله قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لن ينجي احدا منكم عمله قال رجل ولا اياك يا رسول الله قال ولا اياي إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سددوا. وحدثنيه يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد، غير أنه قال: برحمة منه وفضل، ولم يذكر: ولكن سددوا. حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حماد يعني بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يدخله عمله الجنه فقيل ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني ربي برحمه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون عن محمد عن ابي هريره قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس احد منكم ينجيه عمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه بمغفره ورحمه. وقال ابن عون بيده هكذا: وأشار على رأسه: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بمغفرة ورحمة. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد ينجيه عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا. الا ان يتداركني الله منه برحمه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا ابو عباد يحيى بن عباد حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله. قالوا يا رسول الله ولا انت؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وحدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا الاعمش عن ابي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا جرير عن الاعمش بالاسنادين جميعا كروايه ابن نمير حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد وابشروا حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة من الله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد، أخبرنا موسى بن عقبة حا، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وابشروا فانه لن يدخل الجنه احدا عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمه واعلموا ان احب العمل الى الله ادومه وان قل وحدثناه حسن الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد، ولم يذكر وأبشروا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه. فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ورمت قدماه قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب اخبرني ابو صخر عن ابن قسيط عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع وأبو معاوية وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنا جلوسا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي فقلنا أعلمه بمكاننا، فدخل عليه فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله فقال إني أخبر بمكانكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس، حا، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، حدثنا ابن مسهر، حا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وزاد من جاب في روايته عن ابن مسهر قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن شقيق عن عبد الله مثله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور حا وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن شقيق أبي وائل قال كان عبد الله يذكرنا كل يوم خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن إنا نحب حديثك ونشتهيه ولوددنا انك حدثتنا كل يوم فقال ما يمنعني ان احدثكم الا كراهيه ان املكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه في الايام كراهيه السامه علينا